من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي سيد حسن هاشميان للتعليق. أهلا بك سيد حسن. انتخابات الأمس إلى أي مدى تعطي دفعة جديدة وترشح بايدن لأن يكون هو المرشح الديمقراطي الفائز في هذه الانتخابات؟ نعم، تحياتي لكم. أنا أعتقد ولاية ميشيغان كانت مهمة جدا في هذه المنافسة. أمل كبير كان لبرني ساندرز أن يفوز في هذه الولاية، لأن قبل 4 سنوات كما تعرفون فاز ضد المرشحة هيلاري كلينتون، لذلك كان عنده أمل كبير أن يأتي ويفوز في هذه الولاية، ولكن النتائج عكست غير ذلك، وهذه كانت خيبة أمل كبيرة إلى برني ساندرز. باقي الولايات أيضا تعطي بأن جو بايدن هو متقدم على السيد برني ساندرز، لذلك لا يوجد هناك أمل كبير للسيد برني ساندرز، وعليه أن يتنازل وفقا ما يقوله جو بايدن. لا أمل كبير بمعنى يعني هل هذه النتائج يمكن أن تكون ضربة نهائية لساندرز أم لا تزال لديه حظوظ موجودة برأيك على ضوء هذه الانتخابات؟ يعني مثلا لو شاهدنا في الأسبوع القادم هناك انتخابات في 3 ولايات، مثلا ولاية إلينوي وولاية فلوريدا، طبعا ستصوت لجو بايدن، لأن تعرفون أن إلينوي هي المجموعة الغريبة إلى باراك أوباما، وباراك أوباما هو المؤيد إلى جو بايدن، لذلك لا أعتقد أن هناك بقى أمل للسيد برني ساندرز كي يبقى في هذه المنافسة. هناك مطلب عقلاني من جو بايدن الآن يدعوه إلى التخلي عن المنافسة ورص الصفوف ضد ترامب قبل فوات صحيح. الأوان. يعني هذه الدعوات من بايدن لساندرز وأيضا الدعوات من الحزب الديمقراطي، هل يمكن برأيك أن يستجيب لها ساندرز على ضوء ذلك؟ أنا أعتقد هناك لدينا الأسبوع القادم سيكون حاسم جدا، لأن هناك ولايات مهمة ستكون في هذه المنافسة، وأعتقد أن برني ساندرز سيفقد كل أمله في الحصول على النقاط اللازمة لاستمرار هذه المنافسة. وأيضا هناك بعض يعني الخلافات القوية حصلت في المؤسسات التي تدعم حزب الديمقراطي، مثلا هناك قامت صراعات كبيرة في أيباك، المجموعة اليهودية المدافعة عن بعض الديمقراطيين، وهناك كان انتقادات واضحة إلى السيد برني ساندرز. أيضا مؤسسات أخرى تتعلق بالاقتصاد الأمريكي، تتعلق بسوق الأسهم، كل هذه تجتمع وتدعو السيد برني ساندرز للتنحي. لذلك أنا أعتقد لا يمكن بعد يعني الثلاثاء القادم لا يمكن للسيد برني ساندرز سيبقى أكثر في الساحة، وهناك دعوة معقولة تأتي من قبل جو بايدن لرصوص الصفوف لرص الصفوف أمام ترامب. شكرا جزيلا لك سيد حسن هاشميان المحلل السياسي من واشنطن.